بداية تحياتي جميع المشاهدين، وأثني على كلام معالي الوزير فيما يخص بدور القطاع البلدي كخط دفاع أولي في المنطقة الشرقية. طبعا كانت المسؤولية أكبر لأن بداية الحالات كانت من المنطقة الشرقية، وكان علينا يعني فعلا برنامج واستباق الأحداث والترتيبات لهذا الحدث. فبدأت المبادرات اتباعا على مستوى القطاع البلدي، وكانت فيه فعلا مبادرات مميزة على مستوى الأمانات فيما يخص المنطقة الشرقية. طبعا بداية طبعا من أعمال اللي هي بشكل عام لما نتكلم عن أسواق النفع العام، وأيضا نتكلم عن المنشآت الغذائية المستثنات من قرار الإغلاق، وأيضا موضوع العمالة والنظافة فيما يخص هذه المحاور. بشكل عام تمت عمليات التركيز على أعمال التطهير والتعقيم في هذه المجالات، فكان أن تم فيما يخص أسواق النفع العام نفذت كاميرات حرارية للتعامل مع هذه الكم الهائل كان في بدايته، كاميرا حرارية باستطاعتها قياس 24 عامل في الثانية الواحدة، وكانت متابعة من زملائنا في الإخوان في صحة البيئة. فتم تنفيذ هذا ونفذ هذا البرنامج وساعد بشكل كبير. أيضا عمل فيما يخص يمكن ذكرته وأبرزت نقطة ذكرته لمعالي الوزير عن موضوع التعامل مع الأسواق والازدحام اللي شهدتها، خصوصا أن أمام تحدي فترات محدودة. فيما يخص أمانة المنطقة الشرقية عملت على افتتاح 4 أسواق. السوق الثاني افتتح يوم الجمعة الماضي أمس، بكرة يفتتح سوق ثالث مؤقت في غرب الدمام، وأيضا اليوم يوم الاثنين السوق الرابع في شرق الدمام. كلها تعمل على توزيع هذه الحشود وأساليب للسيطرة وفك هذه الاختناقات.